Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Azul Fulla, on Khotna, en Algérie et partout dans le monde où vous êtes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le موضوع, كنت خصص موضوع فيما يخص البنك تاع HSBC اللي هي بنك يعني اللي هي معروف انه هو بنك يقولوا له لو بنك دي غانغستير لو بنك دي غانغستير اللي كان من أصله يعني ومقره الرئيسي في هونغ كونغ. هذا البنك بنك العصابات، سموه بنك العصابات، وكان هنا في الولايات المتحدة حاولوا يعني يحاكموه عدة مرات، لكن عنده أكثر من مئات الفروع في أكثر من 100 دولة. 100 دولة هذا لتبييض الأموال المسروقة من الحكومات، مسروقة من الدوائر العسكرية، وخاصة كان فيها في الصين اللي هي معروفة يعني لا كوربسيون تاع لي جينيرو هادو تاعهم، اللي كانوا يهربوا الأموال طائلة، أموال ملايير الدولارات كانت تحول يومين، وهذا يتعد من أكبر البنوك عالميا. حتى هنا حاولوا يعني يحاكموه في الكونغرس، ولكن الضغط المالي يعني النتيجة اللي كان ممكن يعني لو كان يعني يتوقف هذا البنك ولا عارفوا انه يكون في خسائر يعني كثيره، وخاصه خسائر ماديه يعني فينانسيه اترافير لو موند، ماشي غير في هونغ كونغ ولا كيلكوس كونس. لكن مشكله احنا مع هذا البنك HSBC اللي هو موجود حتى الان، موجود وماشي وبكل قوه، لكن كل الاموال تاعو اموال مخدرات، أموال مسروقة من شعوبهم، من الدول الشعوب، سارقينهم جنرالات، دي مينيس، دي بريزيدون، إي دي غو. هذا اللي لازم تعرف، يعني أموال طائلة. لكن إحنا مشكلتنا اللي بغيت نتكلموا عليها مشكلة HSBC تاع الجزائر اللي هي فرع من HSBC فرنسي، يعني كأنها بنك فرنسي، والجزائر كان لها فرع من فرنسا، لكن فرنسا ما دخل. حتى لو كان بنك يعني عادي، لو كان بنك يعني نورمال، يعني بنك عالمي باغي يخدم تلك بنك في امريكا ولا تشيس مانهاتن ولا كلشي سكوبس، لكن احنا في حالتنا هنا نتكلم على بنك HSBC اللي هو يعني اصلا بنك دي غانغستير اللي سلموه. غادي نحط لكم من فيديو بالفرنسية تتكلم على البنك، ولا بالإنجليزية تتكلم على البنك HSBC اترافير لو موند، وكي تصنعتو والأموال كي يحولوها هذا المافيا يحملوها هذا، وبانين بنك اللي هو يعني تهريب الأموال. حتى كان في فضائح بنما اللي كان ذكروا البنك هذا، كان مذكور، ولا أساس أنه نتكلموا على أساس أنه كان موجود في حيدرة. جين سي با سي ليكزيت، بصح نعرف انا بلي كاين بنك تحرق في حيدرة. صافي اون 2019 2020 كانوا حرقوا بنك اللي هو يعني لتغطية السرقات، تغطية التحويلات، هي خاصة التحويلات اللي كانوا يديروها إيليغال، يعني كانوا يسرقوا في دراهم الشعب. Ils étaient en train de voler l'argent du peuple. هذا هو اللي كانوا يديروه. لكن كي نشوف في هذا نقدروا في هذا الموضوع، لماذا البنك، حتى تشوفوا المؤامرة اللي متعاملة على الجزائر، خموا له بنك مفروض يكون في هونغ كونغ، ولا هو يدي يعني أفرع، يدي كالفرع HSBC هونغ كونغ في الجزائر، HSBC إنجلترا في الجزائر، HSBC أمريكا في الجزائر. لكن في حالتنا احنا في الجزائر هو فرع فرنسي لسرقة أموال الجزائريين عن طريق الوزراء وسعيد بوتفليقة ولي جينيرو ايتو وتوفيق ونصار وهذه الجماعة كي يسرقوا الجزائر. يعني الجزائر كانها مستعمرة، والبنك هذا كيستعملوه حتى يعني ما يمركش الشعب، حتى الشعب ما يعرفش حقيقة هذه الأشياء وتسرق. لازم تعرفوا هذه، وإلا نسألوا لماذا لم يكن بنك HSBC أمريكي في الجزائر، لماذا هو فرنسي؟ لأنه
هذه الخادعة، هذه اللي سرقوا بها الشعب. يعني انت تخيل انه ظن انه هو بنك، يعني بنك عالمي، لكن بنك ينتمي الى فرنسا قبل كل شيء، هذا الفرع الموجود في الجزائر، يعني يسرقوا عن طريقه. وهذيك الحريقه اللي وقعت في حيدره 2019 2020 هذاك البنك كانوا هضروا عليها وما قطعوا عليها، ما هضروش بس قالك احتراق بنك وقطع عليه وصاي صافي دير تو لا دوكيومونطاسيون لا كي اكزيستي ils ont su ou ils ont pu la faire disparaître. هذا هو اللي داروا، يعني اختفاء لي بروف، يعني كل الاثباتات باش الشعب يعرف ان هذا السارقين شحال سرقوا ويتو، ما تقدرش تعرفها وما تقدرش تبعها لان ايزون ايفاسي لي بروف عن طريق الحراك. مانتنون هذا شيء يعني ممكن لو كان فيه قانون، لو في قانون، لكن الجزائر ما فيهاش قانون. لا لوا لي لوا كي اكزيست اون الجيري سي سون دي لوا فات بار زرماتي، زرماتي تي ليجيتيم. Ça veut dire que les juges sont illégitimes, les procureurs sont illégitimes, le gouvernement est illégitime, la présidence est illégitime parce qu'elle était posée par quelqu'un qui était lui aussi illégitime. Gaïd Fah. L'idée, il n'y a pas de la Gestapo française qui protège les intérêts français en Algérie parce qu'elle est une Gestapo. Ou quand on dit une Gestapo, لازمكم تعرفوا حاجة، غاستابو إرهابية، لا غاستابو إلتي أن جروب دو تيروريس، إليا كانت باغ إكزومبل تخمو فيها كانو غير في الألمان كانت، سيغت كانت سو لا ديريكسيون دو هتلر، هتلر الوحيد اللي كان يتكلف بها، والأوامر تاعها يعني التقتيل، تقتيل، حرق اليهود، نجيبوها فعلا نهضرو حرق اليهود. كان ظالم، يعني حرقوا ناس أبرياء، دي سيفيل حرقوهم. لكن في الجزائر اسكو سي با لا ميم شوز، يتعدوا سي دي تيغوريست وكانوا تلاحقوا عن طريق العالم، هذه لا غاستابو الموند كانت. ولماذا لا تتحاكم لا غاستابو اكزيست كيما الجيري؟ اذا كان على الحرائق كيما دارت لا غاستابو، دارت لي فور وحرقوا لي جويف لي جينيرو تلك مهنا، هذا الجن، هذا بولحيا، هذا نصار، هذا توفيق، حرقوا القبائل وحرقوا الجزائر. تو لو نور الجيريان ايتي بغيلي، كومبيان يا اي دو في لي ماتو، وقبلها من التسعينات هما يحرقوا. يعني ستين كاستابو ما تتبعش للقانون، هما فوق القانون، دايرين روحهم فوق القانون انهم يقتلوا. وهذيك الجرائم اللي داروها مثلا تقتيل في القرى، داروا سي دي كريم تيروريست، سي دي كريم ديتا تيروريست، ان ايتا تيروريست تيل كو هتلر دار لا غاستابو، علاه نسميها لا غاستابو ان جينيرال؟ علاه ما كانش يبغي هذاك الياس الرحماني نسميها لا غاستابو؟ باسكو لي تي مومبر دو سيت غاستابو، لا ميم غاستابو. انا كنت نقولها لك في الفيديو، ستين غاستابو كي تشوي لي زالجيريان، qui a brûlé, dernièrement, ils ont brûlé des régions avec même des militaires, nos soldats algériens. Ils étaient dans ces forêts-là, ils l'ont brûlé. Juste pour augmenter la terreur. Parce que la terreur, ça vient du mot terroriste. Quelqu'un qui terrorise, qui dit la terreur, c'est un terroriste. Ça vient du mot terreur. Un terroriste. Qui sont ces terroristes? Ce sont la Gestapo française en Algérie, qui représente les DRS, qui sont à la tête du DRS. On ne dit pas les jeunes, donc les jeunes, les lieutenants, les gens, les gens. Non. Donc, ils sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui ne savent pas qu'ils sont les gens qui sont les gens et qui sont les gens qui sont les gens pour qu'ils puissent les gens et qu'ils puissent les gens. Mais le mafroud المخابرات هذو الصغار لي جون تو فيقول هذا اللعبه اللي تلعب على رصانهم، ماشي هما خاسرين في لافير. لو كان صرا شي قدر الله حاجه للجزائر يخسروا في لافير، لانهم ما عندهمش ملجا ثاني غير الجزائر. لكن جينرال دم توفيق نزار هذو يزون
Ils ont les moyens, je dis bien les moyens de partir de l'Algérie. Dans 2 heures, terbihom tayaratom. Les roch le Russe, les roch l'Anglaise, les roch l'Israël, les roch Winibo. Parce qu'ils ont l'argent là-bas. Les roch le Qatar, les roch l'Emirat. Il faut bien comprendre le jeu qui se fait. Ou huma yhaoussou karro, le chef. في العسكر والشعب يكرهوه في العسكر والعسكر يكرهوه في الشعب حتى يحموا نفوسهم حتى يحموا نفوسهم جدي بيان يحموا غير نفوسهم ما يحموش الجزائر يحموا غير نفوسهم ويبقوا في الجزائر على رأس السلطة ويبقوا حكام حتى اللي يموتوا وحتى اللي يضمنوا لأولادهم لا كونتينياسيون ولا يبعدوهم يغيروا لهم سماوات يتوفي الجنوس وما هذا اللي بغينا ما يهمهمش لا العسكري لا البوليس لا أي حد شوفوا هذا الشدار هذا بوعلان بوعلان اون بريغاد تاع اون بريغاد بوليس دخلوها للسجن علاه لا باسكو ولد بوعلان هذا يلا في دلا دروك سا بوزيسيون شوف شوفوا راهم يسمحوا فيكم يسمحوا فيكم في كل ا توت اوكازيون يسمحوا فيكم غير باش ينقذوا نفوسهم وينقذوا ولادهم هنا يفو بونسي اسكو فو فولي اتر دي سورفايون ولا جو دي بيان دي بوليسيي au service de l'Algérie et des Algériens en général, ou là vous voulez être au service des généraux, ou là au service des ministères, des ministres. Hadou, les généraux majeurs, hadou, c'est la pourriture, c'est le concert de l'Algérie. Ou ma ou le mukhabarat, à la rassom, je dis bien à la rassom, tout faire, ou tu m'as tout m'enna, hadou, ou chine riha, hadou, à la rassom. هما اللي خربوا الجزائر هما اللي غادي وصلوا الجزائر الى نقطه لا نهايه لانهم هما يعرفوا في بالنسبه للخارج يعني باش يخرجوا ويهربوا للخارج زعما اوروبا هذيك لا نساها لانه تحكموا في محاكم دوليه تقدروا تحكموا وراهم يحكموا فيهم وما يقدروش يهربوا من الجزائر يقدروا يهربوا الجزائر الا في اماكن اللي ما يعني ما نقدروش نجيبوهم ما نقدروش نجيبوهم باش نحاسبوهم لكن نقول لكم الامارات وهذوك بصح نجيبوهم اللي هذا بلوزيغ فاسون باش يجيبوهم لكن هما عندهم تفكير واحد انه حلهم الوحيد انهم يبقوا في الجزائر وفي السلطه ويتحكموا في الجزائر مهما كان الثمن شوفوا مهما كان الثمن ils sont en train de dire qu'ils s'en fichent pas mal qu'ils sacrifient tous les Algériens que pour rester vivants eux et leurs enfants. شوفوا التفكير الخبيث التفكير اللي مالوش في الوطنيه اللي كان عمرهم ما كانوا عندهم وطن باسكو ils étaient en train de tuer chaque jour كان اللي قال لك كان يقتل 25 من الجزائريين هذا ابو الحياه وهذا الجن هذا غير باش يخلصوا ويدوروا الدراهم ils ont fait beaucoup d'argent ils veulent pas s'emparer de cet argent ما غاديش يسمحوا فيها ولا يسمحوا للجزائريين انهم يحاسبوهم ولذا يعني الشعب لازم يتحد ويتمثل داخليا جدي بيان داخليا ما تسمعوش هذا الكلام يقول لك يفو باش هو يمثلو المخابرات تدير انسخ وتولي ويمثلها هذا اليسر حماني كي شغل يحشوها الجزائريين كوم لي زاني 90 يروحوا يديروا لهم لاراندي ويخرج حزب من هو منبع المخابرات مخابرات اللي هي مخابرات بولحية اللي هي مخابرات توفيق وهذا ياسر الرحماني هذا اندو كي تي اون ترين دو تيي لي سالجيريان مي il veut cacher son jeu que pour régner une autre fois mais d'une façon de manipuler les Algériens هذا هو اللي حابوش عليه هذاك الانسان لازم تعرفوا هذا الشيء لكن التمثيل لازم يكون في الشعب وقوة الشعب سي بور سلا دي فوا تقول انت هذا علاه كان يقول لهم ما تخرجوش انا كنت نقول خرجوا وخرجوا شاك جو حتى طيحوهم لكن هو يقول لك ما تخرجوش تعطيهم دي تون بور سوغانيزي وهاو باش يسرا يسون توغانيزي وظهرهم يدو حتى الصحفيين يدو الناس النظاف اللي حقوا مطالب شرعية للشعب الجزائري هذا الناس اللي مثلا راهم يطالبوا بالحرية وكل شيء
هذو الناس عايشين، لازم تعرفوا الناس عايشين، عايشين ميوك ممكن 70% ولا 80% في الجزائر. كي يخرج صحفي نامبورت لوكال كلهم ولا كل ناس الأحرار اللي راهي تهضر ولا هي في السجون ولا هذو يهضروا على حقوقكم، على حقوق الشعب، هل مشي كاع مشي كاع ضايعين؟ لا، ناس عاشت وكلها تاكل وتشرب، يزون دي بوزيسيون اللي هو دكتورا كيما نقولوا حنا اللي بارتي ان فرونس، كانت عايشه ابوها كان كولونيل. ايماجين، خمو خمو يا شعب، انت اللي ماكش لاقي الزيت، انت اللي ماكش لاقي السميد، اللي ماكش لاقي الماء، لا تمشي نقولوا حنا الماء، الماء تدوش به ولا تحمم به، مش ماكش لاقي تشربو. هذا كاع الشيء اللي يديروا لكم تلهية زعما غير باش يخلوكم يعني ما تفكروش، يخلوكم دائما لاهين في صوالح يعني ريان دي تو، دي شوز دو ريان دي تو، بس لكن يخلوكم تلهو فيها باش اوليو تروح تفكر وتخمم كي دير تبني الجزائر، يخليك تفكر كي دير وتجيب الزيت، كي دير وتجيب السميد، كي دير وتسقي الماء، يخليك دائما داير لاشين، مخك ما يفكرش في لافينيغ، ما يفكرش في مستقبل الجزائر، ما يفكرش في لي زيليكسيون، ما يفكرش في لا بريزيدونس، ما يفكرش كومون باتيغ ان كونتري ان بيي، يوريك دائما كومون سو ريفيي لو ماتان دو بونور اي الي فير لاشين بور افوار دو لي. هذا هو سياسة الكلاب اللي يديروا فيها فيكم الجزائر، وهذه احتقار للجزائر. كاين فيما يخص الصحفي عقبة اللي كان يعني راح البوليس وخذوهم بعد طلقوا حقه معاه وقلعوا له الباسبور ايتو، علاه يقلعوا له الباسبور؟ باسكو قال كلمة اللي بطريقة ظريفة للشعب باش يفيقك بوغ سافوار لي شوز كيس كي سباس دون فوتر بي. كي يهضر على الجلفة منطقة رعاوية بيان سور كو منطقة رعاوية، ما فيها حتى عيب، ما فيها حتى عيب، لكن علاه غير رعاوية فقط؟ هو قصدو علاه غير رعاوية فقط، يعني فو كونسيديغي هادوك لي جون كو تبع، يعني عطيه معزة وعطيه بقرة وخليه ومشيه كيما تبغي وخليه يفوطي كيما تبغي، هذا هو قصدو يفوقكم عباد الله، يفوقكم على أساس أنكم بلد شاسع. كيما يكون فيه البقري يكون فيه الصناعة، وكيما يكون فيه الصناعة يكون فيه تحضر، ويكون فيه الجامعات، ويكون فيه مدارس عليا، ويكون فيه يعني مجتمع يكون مبني على صح، مشي على تخليها منطقة رعاوية وكي ترقى لهم للفوت يجو، وهذا قصده. يفو كومبخوند لو ميساج، سي فو كومبخوني با هادو لو ميساج، والناس اللي يعني راحوا هذو لي ديبيتي وداروا شكوى فيه عقبة، جو في دي فو دير اون شوز، انتوما اوتون كو ديبيتي اللي يعني جرأتوا على هذا الشيء خبيث، هذا خبيث خدمة للسلطة، اون سي بيان سلاك، يعني بتحطموا الانسان كانسان متفتح، انسان ثوري فكريا، هو ثوري فكريا، بتحطموه. على ما غافتكمش كي قالكم او يحيى جوع كلبك يتبعك، لانه يحيى يقصد فيها كاع الجزائر، يقصد فيها الجلفه، يقصد فيها تيسم سيريس، يقصد فيها سيدي بلعباس، يقصد فيها وهران، يقصد فيها تيزي وزو، يقصد فيها قسنطينه، عنابه، الصحراء، هو يقصد كل شيء. هذا ما دلكم والو، il n'a pas bougé votre conscience autant que député ou رحتو شكيتو تخافوا، لانكم انتم اصلا تعرف من العصابه، لكن تريدون يعني قلاب، يعني تقلبوا لي شوز بوغ دير كو لو جورناليست لو ريسبكتابل لو جورناليست الوغ كي لا دي اون شوز كيما نقول حنا اغينست يور براود، يعني قال لكم حاجه ضرتكم في كرامتكم، هل عندك كرامه انت يا نائب؟ انت قبل على نفسك ان تكون لا شرعي في دوله لا شرعيه وتريد تمثيل الشعب بالقوة، أنت تمثل الشعب بالقوة كنائب في الجلفة ولا وين كنت؟
vous n'êtes qu'un groupe de mercenaires et de voyous. دورو في هذه الأشياء. واحد كان قال لي مختار اسكو ممكن تكلم لنا على الاناليز هذيك اللي درتها ابروبو دو بن شيخ هذا فريد بن شيخ عز الدين هذا. قال لي اسكو تي بو نو دير كيلك شوز. هذه القصة وما فيها شوفوا بوزي فو سيت كيسيون لا علاه بوركوا جي دي بيان بوركوا هذا عز الدين إلى شونجي دو نو أوتون كو جينيرال إلى شونجي دو نو ألوغ كو لي تي أون ألجيري. فكروا نفكر معاكم جو فو دير كيسكي سي باسي. هذا من كان ان غارديان ولا بسيكولوج او ريفا كي كان في فرنسا il était français avec une nationalité française. Bon, après les attentats de les années 1995, تخل même هذاك اللي كان يلقط les éléments تاع الدي ار اس يلقط هذو لي جون لي فوايو ان فرونسي يركروتيهم باش يحطوا لي بومب دخلوا هذا قتلوه شيشان هذا كل مش عارف قتلوه لكن بتشيخ il fallait qu'il rentre ou compose il le recompense يعطوه يعني وظيفه يعطوه وظيفه ويكرموه. شكون اللي كرموه اللي كان يخدم معاه توفيق وجماعته كان يخدموا معاه. توفيق سي ان كريمينال سي ان تيروريست هو اللي كان يستعمل بن شيخ باش يجيب له هذو لي زيليمون والدرام كانوا يروحوا عن طريقه الشركه فهمتكم تاع اللي هي كان هذا تاع خليفه كان خليفه يوصلوا ويخلصوا الدرام بصح بن شيخ كان يخلص اوسي بن شيخ اللي دخلوه الجزائر alors que normalement c'est pas un policier qui دخل ما كانش طاوه الرتبه تاع بوليس ردوها لنا انسبكتور دو بوليس alors qu'il avait même pas l'âge pour être il a dépassé l'âge كان عنده 30 سنه يعني سو تو جوست une récompense كيما يديروا لولادهم وصحابهم يرجوهم لنا يردوه مينيس كل واحد يخدم معاهم يخرب معاهم يردوه مينيس يردوه جينيرال يردوه التاهلين ردهم جينيرال دخرجوهم الحبس دخلوهم الحبس خرجوهم الحبس وما هكا صافي ديك هذا البونوم كي فيصل كان معاهم كان يخدم معاهم الان فيه مشادات فيه مشادات لكن نهضر لكم على المشادات اللي راهي بين المخابرات وجهاز البوليس اللي يتمثل في هذا لكن هذا توفيق يتخلص من كل الناس اللي كان شاركاتو في الجرائم يساجي مانتنو يساجي سابو هو يحوس يتخلص دو تو لي بروف كل انسان شاركو او تعامل معاه في اقتيالات او حط قنابل ولا كاش يتخلص بهم بطريقته لا بروف خليفه عبد المؤمن راه قبضو بيربات شكون اللي جابولو بن شيخ مي بوركوا باسكو كانوا يخدموا في رحبه يسكونس تري بيان لازم يتخلص منه غير انه كان يخدمها لكن نرجعوا لهذا بن شيخ بوركوا لي شانجي نو الوغ كو كان جينيرال باسكو بروميييرمون سيتي ان فرونسي ومين دخل غير اسمه غير لي زاني 2015 بغى يتصرف بغى يستعمل الدراهم اللي كانوا عنده دي 1995 كانوا عنده دراهم اللي كان يخلص بهم يخلصوا ويدي لي نقول حنا ايسون ايلون بروفيت افيك تو في غيتو لكن الاموال هذيك اللي سرقها ما تجيش تصرف فيها هو في فرنسا يلفو دخلوه لا بروميير دي شوز هربوه باش ما يشكوش فيه لي فرونسي اي دوزيام دي شوز عطاو مركز ما يستاهلوش لكن عطاو كرموه كيما كرم بوتي تبون راه يكرم فيهم الان كرمهم ويعطيهم في التكريمات الوغ كان قتال دروك كي يديروا يتخلصوا من هذاك هو كي يدير ويخدم دراهمه يفو كي شونج دو نو يشونج دو نو ما ينجمش يقول لهم انا فلان عز الدين لو بخومي نو اللي كي لا دوني اوتون كو فرونسي لي سيرفيس سكري فرونسي يولي يسقسوه مين جبت الدراهم انت تي ان فرونسي مين جبت الدراهم بصح كي يقلب يولي الجزائر ويقلب باسمه قال انا ولد عم ولد عم هذاك لو فرونسي شوفوا دوبل ايدونتيتي يولي عنده دوزيام ايدونتيتي اللي هي كانه عمره ما حط رجله في فرنسا باسكو الى دوموندي لا ريزيدونس افيك لو دوزيام نو
alors qu'il était en Algérie. Ça a été un et tout, il a eu la résidence. Mais ça a été en France à la résidence de 10 ans. Il a eu 2019. Il a eu 2019 parce que il s'est avéré que c'est la même personne. Tadadam. Avec une chose, c'est la même personne. En plus, c'est une résidence en Golana falsifiée, qu'elle dit mariage blanc, comment dire, mariage blanc, dit bien ou derrière les papiers. Mais ça, il a avec là-bas comme quoi c'était une personne différente, il a derrière bien ou il chérit bien. رزقات يشري بها رزقات بماذا؟ بالأموال اللي كانت سرقها، بالأموال اللي كان يتعامل بها لارجون دي تيروريزم دوبوي 1995 كنقولوا حنا حطها في مكان آمن حتى جاء الوقت اللي بغى يغير اسمه ينتحل شخصية ثانية وقال كوم كوا ان بيزنس مان ولا كيلك شوز كوم سا إلا دوموندي لا ريزيدونس وبغى يشري في اون فرونس ان اوتيل وريستوران ايتو. هذا هو هذا الانسان، انسان شارك في البناء لو تيروريزم لو شيع اون فرونس وكان يخلص عليها ولذا يعني كرمو توفيق وعطاه مركز في الجزائر، لكن هو كي دخل في الجزائر بغى يستعمل الدراهم اون فرونس، بغى يستعمل ما La meilleure façon, c'est d'avoir une autre identité. Il a demandé la résidence de 10 ans et tout ça. Même la police française ou la police secrète. Parce que chacun a des preuves sur l'autre. من يتموش يخلوه حي ولا يخلوه في ذاك لابوزيسيون، غادي يصوبوا له سبه، غادي يصوبوا له سبه ويصوتوه ولا يقتلوه ولا قال لك قرضات الكوليرا ومات في السبيطار بيك ان بيكور. معليش، كنت باغي نتكلم في موضوع اخر، هو موضوع اللي يهم تو لي ساجيريان، باسكو هذا لو بوفوار. Le pouvoir, il ne veut pas sortir. Il ne sortira jamais parce que Mahkoum Ali, il ne veut pas. Il veut pourquoi il veut pour vivre. Il veut pour que leurs enfants restent vivants et riches. Riches et vivants. Mais Bouch, ou la domite Hasbo, Daniel Amoual Havi, Rershraya, Msloka, Mshab. Ou Hadha Tiboun, Khabif, les. درجة أنه أخبث من اللي قبله يفو كو لو بوبل جدي كو لو بوبل سور إي ديسيد سا ديستيني لا ديستيني إي فوتخ فو مام فوزافي لا فورس فوزات لا ليجيتيميتي إل مام فوزات لا ليجيتيميتي إل مام باغتو فوزات من الصحراء للشمال للغرب للشرق للوسط فوزات لا ليجيتيميتي إي لو بروبليم أون ألجيري سي ألجي Le problème, c'est Alger. Si vous voulez libérer l'Algérie, il faut libérer Alger. Pour libérer l'Algérie, il faut libérer Alger. Avant tout. Parce que كان في الجزائر العاصمة، كانوا هما متواجدين وموجودين على رأس السلطة في العاصمة هما اللي يتصرفوا، لأن أنا نقول التغيير يجي من الجزائر العاصمة، لو يتحرك الشعب يخرج الشعب في الجزائر العاصمة ويلتحقوا به كل الولايات في الجزائر العاصمة حتى يسقطوا هذا الناس، وإذا كان فيه الفرصة سامحة ما يخلهمش حتى يخرجوا. Parce que le peuple a le droit de les juger. En même temps, à des rentes et des comptes. هذا الناس اللي سرقت ونهبت وضيعت مستقبل الجزائر فوق الرونت دي كونت. ما كاش التسامح. تسامحتوا مع هذا الناس
منذ 62 ملي قتلوا المجاهدين غدروهم وتيروا عليهم في الظهر. هذو لا يغفر لهم، هذو اللي كانوا يأكلوا ويشربوا مع بومدين وجماعتهم في تونس وتوفيق في جويه تونس وبومدين جويه الغرب في الصحراء في المغرب يأكلوا ويشربوا، يأكلوا ويشربوا ويسكروا ويأكلوا في لي طاخ يديروا في كاين تصويره، كاين اون فوتو بومدين دار لانيفرسير تاعو افيك اون طاخ دو 3 بيس، هذا في زاني 58 ولا 59. حبيت نوريكم انه هذا الناس اللي غدروا الشعب خانوه في التسعينات قتلوا منه ما كانش يهمهم لانهم كلهم كانوا حركه من الصغر لكل الجينرات لي جينيرو ماجور اللي حطهم بومدين على راس المؤسسه العسكريه كانوا خونه، خونه من اليوم الاول لكن حتى هو كان خاين. حاول يغير عقليه تاعو في في اواخر السبعينات بعد موت دوغول، بعد موت دوغول كان يحاول يغير التفكير تاعو لكن سيتي تخوطا، كان كنقولوا حنا كان زرع، زرع لو كونسير دون لو كور دو لالجيري، لذا انا نعتبره كل الناس احرار يعتبروه انه كان خائن لانه ما كان ينتمي لا الثوره لا الغير، كان ينتمي للخيانه لا تريتريس، انه يغدروا مجاهدين يقتلوا الشهداء ينسوا حتى نسوا حتى التاريخ الحقيقي في الجزائر، غدروا 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 من العربي بن مهيدي حتى ابو ذهب ما يهمهمش كان يقتل. لذا كنت بغيت نهضر لكم في هذا الموضوع لكن نفهمكم اون فوا بوغ توت لازم توصل هذه المعلومه اسيت بارطاجي. تحرير الجزائر العاصمه هي تحرير الجزائر باكملها، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.